السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محبي قناة بلا بلا كذا، قالت مجموعة رونو المغرب إنها لا تفكر في الوقت الراهن في تسويق سيارة كويد ذات السعر المنخفض. وأكدت المجموعة في رد خاص على موقع إخباري أنه لا وجود لأي مشروع بهذا الخصوص في الوقت الراهن، مضيفة أن الأولوية لدى المجموعة هو نجاح تصنيع هذه الفئة لمصنع شيناي بالهند وإطلاق تسويقها بالسوق الهندي على أساس إطلاقها في وقت لاحق بأسواق أمريكا اللاتينية. ويأتي توضيح المجموعة بعد جملة من الأخبار التي نشرتها العديد من المواقع الإخبارية تقول فيها أن رونو المغرب ستسوق سيارة كويد بسعر يقل عن 40,000 درهم 4 ملايين سنتيم، ومن بينهما قناة بلا بلا كازا التي وضعت فيديو فيه هذا الخبر. وأوضحت المجموعة أنه في حالة تأكيد مشروع سوف يكون في أوروبا، ويمكن أن تصنع هذه السيارة في مصنع رونو نرجع شأنها شأن باقي مصانع رونو نيسان. وشددت المجموعة في توضيحها أنه إلى حدود الساعة لم تتخذ أي قرار بشأن تصنيع السيارة بالمصنع نيسان.